طلائع الجيش ما عندوش حاجه، يعني هيلعب ان هو عايز يكسب هذه المباراه، عايز يكسب النادي الاهلي. اخر مباراه في الدوري العام طلائع الجيش كسب النادي الاهلي او تعادل مع النادي الاهلي وفقد نقطتين كانوا مهمين جدا في صراع المنافسه على بطوله الدوري في الموسم السابق. الحقيقه لما نادي الاهلي لعب طلائع الجيش في نهائي الكاس كان الكابتن طارق العشري على ما اتذكر هو المدير الفني لنادي طلائع الجيش في ذلك الوقت، وبالتالي كانت مباراة صعبة جدا. لو افتكروا كده المباراة كانت مباراة صعبة جدا جدا، انتهت بالتعادل. ناصر منسي جاب جول في اخر دقيقة بعد ما كان النادي الاهلي متقدم 1-0، وبعدين احتكمنا لركلات الجزاء الترجيحية، النادي الاهلي ضيع كورتين، وبعدين حسين السيد كان داخل يشوط لو كان ضيعها لو كان جابها كان هيكسب المباراة، وبعد كده ضيع. والحمد لله ان ربنا كرمنا وكسبنا هذه البطولة، وكانت في ظروف صعبة جدا جدا واجهاد كبير للاعبين، ولكن دائما مباريات النادي الاهلي مع فريق طلائع الجيش فريق محترم، فريق جيد، فريق عنده مدير فني شاب طموح عايز يعمل حاجة مع فريق طلائع الجيش. من الفترة اللي مسك فيها الكابتن عبد الحميد بسيوني وحتى الآن عامل نتائج جيدة جدا، عندهم مجموعة لاعبين على أعلى مستوى. بكرة النادي طلائع الجيش هيتعب النادي الأهلي، بكرة ليست بالمباراة سهلة، لأن كل ما حد بيشوفني وأنا دايما بروح لهذا الاتجاه إن هم بعض من لا يشجع النادي الأهلي، مبروك يا كابتن إسلام كسبته السوبر، مبروك يا كابتن اسلام كسبتوا السوبر. لا ما كسبناش السوبر، انت بتلاعب فريق كبير وفريق طموح وعنده طموح ان هو يكسب النادي الاهلي، خصوصا ان هو تعادل معاه في المباريات الاخيره. وبالتالي خلينا بكره نكون مركزين كفريق، يعني لاعيبه النادي الاهلي يكونوا مركزين تماما في هذه المباراه الصعبه جدا، الصعبه جدا. النادي الاهلي هيلعب ازاي؟ نادي طلائع الجيش هيلعب ازاي؟ الجزء الثاني ان شاء الله من هذه الحلقه هيكون معايا كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم عن كل هذه الامور بالفيديوهات زي ما حضراتكم دايما متعودين من كريم واحمد، وهم بيكونوا موجودين معانا هنا في البيت الكبير. وبالتالي الفقره الثانيه هتبقى كلها فقره فنيه، كيف يستطيع النادي الاهلي ان يواجه طلائع الجيش بكره ان شاء الله، وكيف يستطيع او ايه هي نقاط الضعف اللي موجوده في طلائع الجيش اللي يقدر يستغلها النادي الاهلي بكره. كل ده هنشوفه ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه.